وإلى محطتنا ما قبل الأخيرة اليوم رح نحكي فيها عن حرفة تقليدية، حرفة الأغباني. هي الحرفة التراثية اللي بتندرج ضمن الحرف المتعلقة بفنون الحرف التقليدية، وأكيد هي الحرفة اليوم لاقت رواج كتير كبير يا رشا، وخصوصا بدمشق ومن الحرف القديمة أيضا. صحيح، اليوم عم نحكي عن حرفة اشتغل فيها خلينا نقول كتير أو أشهر العائلات الدمشقية، وإذا بنرجع هيك شوي بذاكرة التاريخ ممكن نحن نقرأ أو نعمل بحث إنه كانت العروس من زمان الأغباني كان يكون من أول شيء بجهازها، وكانت تتغاوى بهي القطعة وحتى بآلة صنع الأغباني. اليوم شو صار بهي الحرفة بعد مئات السنين من بدايتها لليوم؟ واليوم كيف شيوخ الكار في سوريا عم يحافظوا على هي الحرفة التقليدية السورية رغم كل الحداثة والتطور؟ اليوم البصمة السورية موجودة ضمن هي الحرفة، معلومات هيك رح نحكي عنها ورح نتعرف على هي الحرفة الجميلة. وضيفنا لليوم هو السيد أنس غنام، شيخ كار حرفة الأغباني. أهلا وسهلا أستاذ أنس. يا أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا يا رب. في البداية خلينا نتعرف من حضرتك عن تاريخ هي الحرفة بسوريا. هلا أنا الحرفي أنس غنام، شيخ كار حرفة الأغباني، مدير إنتاج الأغباني بمؤسسة الوفاء التنموية السورية. نعم. إذا بدنا نتعرف على حرفة الأغباني، حرفة الأغباني هي أساسا نشأت من قبل 450 سنة أو أكثر شوي. طبعا حرفة 90% من إنتاجها يدوي. طبعا هي بتدخل الآلة فيها بس بشيء بسيط، طبعا كمان مو إلكترون، آلة يدوية يعني. هي عبارة عن تطريز خيوط الحرير والقصب على قماش القطن أو الأوركنزا أو الأوركندي، يعني حسب المستوى العائلة اللي بتقتني هي القطعة. أوقات بنشتغلوا على الأوركنزا أو الأوركندي بيكون هو كسعر وكجود أغلى من على القطن، بس هو الأوركندي الغباني الأساسي هو على قماش القطن. أصل التسمية لهلا ما حدا عارف بالضبط شو هي أصل التسمية، يعني بيقولوا إنه في بيت الأغا وبيت الباني هن اللي ابتكروها صار اسمها الغباني، وبيقولوا هي تنزيل خيوط القصب على قماش القطن على قماش الابيض. خيوط الصفر على قماش الابيض هي تسميتها، يعني انا هلا غبان. طيب اليوم نحن عم نحكي عن حرفه مثل ما ذكرت حضرتك 450 سنه، يعني اجيال وعقود توارثتها من جيل لاخر، واليوم بعدكم محافظين على هذا الصناعه اليدويه. اليوم يعني كيف علاقتكم ما بين الحداثه والتطوير والحفاظ على هي القطعه؟ يعني هلا هاي القطعه اللي بايدك هي اساسا من فينا نعتبر انه هي مطوره ومحدثه عن الغباني الاساسي بتداخل الالوان. هلا هي سبع الوان، يعني احنا عم يعني ما فينا نحدث فيها شيء غير بعض الرسومات ويعني بنعدل على بعض الرسومات اللي هي رسومات تراثيه اساسيه يعني وتدخل الالوان بنغير بالالوان. هلا هو الغباني المتعارف عليه مثل ما لك شايفه، في عندك هاي القطعه اللي لونها ابيض وقصبها ذهبي وحريره ذهبي. هلا رح نستعرضهم استاذ أنس، بس خلينا بهي القطعه كونه هيك اخذنا جماليتها على الشاشه، نحكي اليوم على التطريز الموجود داخل القطعه، الغرزه المستخدمه. طيب هي القطعه استاذه رسمتها اسمها الياسمين الدمشقيه. نحن طورنا فيها وحطينا فيها سبع الوان حرير مع القصب، عدلنا شوي على الشيء المتعارف عليه بتداخل الالوان بالالوان المستخدمه. قطبتها طبعا نحن كل ما كانت القطبه ناعمه تبع الغرزه ناعمه او القطبه ناعمه بتعطي جماليه اكثر، بتعطي جماليه اكثر وبتعطي تقل اكثر. شو بتحبي كمان نحكي عنها؟ نحكي عن باقي القطع، كنت عم تحكي عم تذكر حضرتك هي القطع. تمام، انا عم بحكي انه الاغباني هو عباره عن رسم، لوحه رسم، يعني انت فيك تتخيلي الرسم اللي بدك اياها وتدخلي الالوان فيها. هي القطع يعني اليوم كمان شو الخيوط المستخدمه فيها؟ الخيط المستخدم هو خيط الحرير وخيط القصب والقماش القطن، هي المواد المستخدمه فقط بالغباني. طبعا في عالم بتحط خيط بوليستر، بس هو خيط بوليستر بينفش وبيعطي نايلون. طبعا هو نايلون، يعني بعد على الاستعمال شوي بينفش وبينكش بيطلع. اما بينما هي القطعه كل ما انغستت كل ما بيرجع بشد خيطها وبيرجع بترجع اللمعه لها. شكلنا بالالوان مثل ما لك شايفه، عندنا اشتغلنا على الاحمر وعلى الزيتي وعلى البني وعلى الرمادي يعني على كل الالوان، شيء يناسب الذوق العام، شيء يناسب. هاد شو استاذ انس؟ غطاء. هلا هو شرشف طاوله، مفرش طاوله بسموه. هذا للطاولات الصغيره. طبعا نحن عندنا من قياس المتر لقياس السبع امتار، اي حسب قياس طاوله الصفرة الموجوده بالبيت بتلاقي لها عندنا
موجودة. موجودة. يمكن نلاقيه ليلى ببيوت كثير بس ما بنعرف انه هي قطعة غباني يعني اليوم. طبعا يعني كل البيوت الدمشقية القديمة او الناس اللي كانت عايشة بفترة من الزمان بتلاقي عندها الغباني، لانه الغباني هو شيء كانوا يتغاووا فيه ايام زمان يعني. يعني هلا بيقولوا مثلا انه والله ما حدا بيزور حدا بيقول والله احتفلوا فينا ومدوا لنا الغباني. يعني مدوا الغباني معناها انا كثير مرحب فيك وحطيت لك اتقل قطعة عندي بالبيت. هلا الغباني هو هوية، اي سائح بيجي على البلد لهون المفروض ياخذ معه غباني، مثل كانه هوية انه شوفوني انا كنت بالشام. انتاجه فقط بالشام. تحديدا هلا عم نحكي بمدينه دوما اللي هي بالريف الدمشقي، هن مختصين مثل ما ذكرتي حضرتك، كان بجهاز العروس يطلع ماكينه الغباني بدوما. صحيح بدوما. طيب احنا هلا عندنا مثلا بدوما عندنا السيده بتلاقي عمرها 60 سنه عم تشتغل، بنتها اللي عمرها 40 سنه 30 سنه، البنت الصغيره اللي عمرها 12 سنه. يعني نحن عم نعمل دوره تدريب بدون ما نكون نحن عم ندرب. يعني عم يتوارثوها هن لحالهم، بذل احنا عم نستقبلهم عنا بالورشه ويشتغلوا عنا، نحن عم نساهم بانه نحافظ على هي الحرفه وندعمها قد ما فينا. كثير حلو الحفاظ على هي الحرف السوريه وخصوصا مثل هيك حرفه فعلا، ولسه مثل ما ذكرت في سيدات عم تشتغل فيها اليوم. شو الفروق اللي تغيرت على هي الحرفه بين قبل وبين هلا؟ هلا قبل كانت هي الحرفه تنشغل، طبعا احنا عم نحكي قبل زمن طويل، كانت تنشغل بالابره، ما كانت الماكينه لها تواجد. تمام. حتى طباعتها كانت بالواح حجريه وبالواح نحاسيه، بقوالب حجريه وقالب نحاسيه، بعدين هلا قوالب خشبيه الطباعه تبعها. لانه احنا بنطبع الرسمه قبل ما تروح لعند الصبيه اللي بتطرزها. عرفتي كيف؟ طبعا احنا بنختار الرسومات حسب حسب اللي احنا شو عنا تسويق له. اليوم الرسومات عم تاخذوها عن طريق الكمبيوتر يعني؟ لا ابدا، كلها يدويه وكلها رسومات تراثيه من التراث الدمشقي. يعني مثلا عندك هي اسمها الضامه، عندك هي اسمها السلطعان، الثانيه السلطعان. هي الضامه كف ورد. ايوه هي الضامه. وهي الياسمين. ميزه بيناتهم؟ لا لانه بس كثير حلوين يعني. هلا انت ما بتميزي بس اذا شوي بتدققي فيها هي مختلفه الرسمه يعني. اللي بيستخدمون او اللي بيشتغلوا فيهم يمكن بيميزوا فيهم اكثر. هل بتستخدموا هيك قطع مثلا ممكن اشخاص يختاروها مناسبه لفرش البيت او لقطع الاساس بالمنزل، ولا ما لها اي علاقه؟ هن بيختاروا اللون اللي بيحبوه. هلا شوفي اكثر لون هو بتلاقيه ماشي يعني معظم العالم بتاخذه هو اللون الابيض مع الذهبي او الابيض مع الفضي. هذا الاكثر. والله الكحلي احلى. هذا اللي بيمشي مع كل الفرش مع كل اساس البيت. اي صحيح. هلا اذا حدا عنده مثلا البرادي عنده لونه كحلي او لونه سماوي او كذا ممكن يحط شرشف كحلي بيطلع احلى. حسب بقى هون الذوق اللي هو عم يشتغل عليه. طيب استاذ انس خلينا نروح لموضوع جدا مهم واليوم انتم عم تعتمدوا عليه وهو التسويق لهي الحرفه للمبيع. خلينا نقول كيف موضوع التسويق؟ هل اليوم تسويقيا يعني خلينا نقول جيده او اليوم في صعوبات بهذا الموضوع؟ شوفي لاقول لك شغله، نحن هذا الموضوع اللي عم نعاني منه. هلا نحن عندنا اكثر من 400 سيده بدون عم يشتغلوا بالاغاني. نحن اذا ما كان تسويقنا قوي ما بنقدر نستمر ونخلي السيدات اللي هن سيدات فعلا يعني بوضع اقتصادي سيء جدا بسبب ظروف الحرب اللي صارت على بلدنا. نعم. معظمهم فاقدين المعين للاسره. نحن اذا ما قدرنا انه نسوق الشغل، طبعا هو كانه تسويق لهم مو لنا، ما بيقدروا يستمروا بالشغل. ليش؟ لانه هذه القطعه هي تكلفتها عاليه. يعني انا مثلا صار عندي كميه معينه وما قدرت اسوقها، كيف بدي ضل استمر اني انا ضل عم اشتغل وصمد عندي؟ يعني هذا فيه شويه صعوبه. في شح بموضوع التسويق. تمام، خاصه داخليا. هلا كان لانه شوفي الوضع الاقتصادي عندنا بالبلد، نحن شفت يعني في اولويات اكثر بكثير من انه الواحد يقتني شرشف غباني. كان ماشي هذا الموضوع عندنا خارجيا اكثر. هلا بسبب الاوضاع بسبب الظروف العالميه مو بس داخليا، يعني مثلا الوضع بلبنان هلا كان معظم تسويقنا كان للبنان ومنه بيطلع لدول ثانيه. نعم. حتى لبنان هلا بسبب الظروف اللي عندهم بالبلد كمان صار في شح بالطلبيات يعني. بس الحمد لله خلينا نقول نحن انه احسن من غيرنا وقدرانين نستمر ورح نستمر رغم كل الظروف، رح نحاول باذن الله ونضل مستمرين بهي القصه لانه هي تاريخنا، هي علاقتنا، هي اصالتنا. لما يكون في عشق للمنتج اللي انت عم تطالعه ما بتقدر تتركه.
اليوم مثل ما انك عم تذكر انه لازم نحافظ على هي الحرفه التراثيه وكل الحرف السوريه اليوم كثير من المهم الحفاظ عليها، وخصوصا مثل ما ذكرت انه هي عم تنطلب لدول برا وصار لها كثير انتشار كبير. قديش مهم اليوم نحافظ عليها، ندرب حتى هدول الاجيال الجداد انه على هي الحرفه ونعرفهم اكثر فيها. هلا على سيره التدريب، نحن عندنا هلا دوره التدريب بتقي مين ما بده عن طريق منبركم الكريم، انه اللي بيحب يتدرب على حرفه الاغباني في عندنا ورشه تدريب بحاضنه الدمر المركزيه. طبعا بيراجعوا الحاضنه مين ما بده يسجل، تدريب مجاني. حلو. طبعا بتطلع المتدربه او المتدرب، هي اختصاصيه سيدات بس نحن هلا ممكن تجاوزا انه اذا حدا حابب من الرجال انه يتدرب من الشباب نحن بندربه وبيطلع هو منتج اغباني، يعني ما عندنا اي مشكله بهذا القصه. نحن هدفنا الاساسي انه يضل في عالم عم تتدرب وعم تتعلم بهي الحرفه. برجع بقول لك هلا بالوقت الحالي ما في خوف على الحرفه من الاندثار، لانه نحن عندنا عدد كبير بدوما وهن السيدات عم يعلموا بناتهم، لانه هي مصدر رزقهم يعني. صحيح، مشروع بالنهايه، مشروعهم يعني. ما في عليها خوف. نحن قدرنا بعد الازمه انه رجعنا تواصلنا عن طريق مؤسسه الوفاء وقدرنا نجمع السيدات اللي كانوا يشتغلوا فيها، بلشنا بست سيدات وصلنا لعدد 450 سيده عم يشتغلوا معنا. بس هذا الحكي 450 سيده اكيد بده مادي، يعني بده دعم مادي. بده أكيد. دعم تسويقي يعني احنا مثلا بنقول يا ريت انه نقدر نشارك بمعارض خارجيه كبعثه من الدوله او من وزاره السياحه مثلا. وزاره السياحه ما عم تقصر ابدا معنا، بس داخليا نحن عم ندور على شيء داخليا. انتم شايف انه الوضع داخليا ما له مريح للشعب، ما له مرتاح، العالم ما له خرج انه تشتري هيك قطع، بدنا نسوي خارجيا، بدنا نستمر. طيب اليوم سريعا خلينا استاذ انس، اليوم ذكرت المعارض، نحكي عن معرض الزهور ولو بشكل سريع والمشاركه ضمنه. معرض الزهور هو هدف المشاركة منه تعريف الأجيال اللي هي ما بتعرف شو الأغباني. أنا بتسألي الشباب الصغار بكل العمر إنه ما بيعرفوا شو هو الأغباني. هلا نحن مشاركتنا بالمعارض بس حتى نشرح للعالم شو هو الأغباني، لحتى نحفز العالم إنه يروحوا يتعلموا الأغباني. ويعني نعرض منتجاتنا لكل العالم، وحتى في وفود خارجيه مشاركه بالمعرض مثل العراق، مثل عمان، مثل لبنان، انه هدول الوفود كمان انه تعالوا شوفوا منتجات سوريه دمشقيه اصيله، يعني مثل حرفه الصدف، مثل حرفه الموزيك، حرفه الاغباني مشاركه بهذا المعرض. يعني هو ترويجي ما انه تسويقي مشاركتنا بالمعرض. وكثير نحن على فكره مبسوطين بهذا المعرض، ونحن لنا الفخر انه كل سنه بنشارك فيه. ان كان معرض الزهور ومعرض الاداب ومعرض دمشق الدولي، كل ما يكون في دورات معارض مشاركه نحن هنكون اول عالم مشاركين فيها. اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق وايضا محاولاتكم الدائمه بالحفاظ على هي الحرفه رغم كل الظروف اكيد، وتحققوا اللي بتتمنوه دائما وتضلوا عم تنتجوا اللي بتتمنوه. شكرا لك. ان شاء الله يا رب، الله يقدر لنا بقيه النهار. حلو لك استاذ. شكرا استاذ انس لحضورك، موفقين، وتحياتنا لكل حاضن الدمر من خلالك. اهلا وسهلا. يا اهلا فيكم، تحياتي لكم. يا هلا.